أنا حيدر رشيد، لاعب منتخب الأردن للجوجيتسو وخريج الجامعة الأمريكية بمادبة. أنا اليوم موجود بالجامعة الأمريكية، عم بتذكر كيف خلال تواجدي بالجامعة قدرت أتدرب دائماً. دائماً الجيم كان مفتوح لإلي، بين المحاضرات أقدر أروح الجيم وفيه كل إشي بحتاجه، وبنفس الوقت دائماً كنت أسافر مع المنتخب ودائماً الجامعة تساعدني بهذا الموضوع، بالذات لما حققت بطولة آسيا اللي هي خامس ذهبية بتاريخ الأردن. أنا كنت لسه طالب بالجامعة الأمريكية والدكاترة كلهم تعاونوا معي إني أقدر أحقق أخلص الجامعة وأحقق الإنجاز اللي عملته، ومبسوط كثير إني أشوف الجامعة الأمريكية بمادبة عاملة منح تصل ل 40% لكل الرياضيين الأردنيين، فبنصح الكل يجي يشوف الجامعة وإذا بحب يسجل يسجل.